إلى آخر الآية. آخر آية لله تبارك وتعالى: وكل أداة خير، والصائمين والصائمات، والحافلين فروجهم والحافلات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله تبارك وتعالى وحي دك الصوم الهجعة يدرك الصوم يقوى فرد لون يحبك ويترك إلى لي يوم لك حبك ويترك إلى لي يدرك إلى لي يدرك يرك إلهي إخبار الحصى إلى الأدية لي تبارك وتعالى ذنب الناف يأجل آلوي بلا هدي يعني وفضل إلى هيوية فمالك إلى هيوية منها لشرق مبان قف كستقر مسلمة بيوخي البرنتهي إلهي القرآن تبارك وتعالى وحوين وأن تصوموا خير لكم إلى صومتين بايدين خير برب إلهي تبارك وتعالى سنادرت القف كستقر مسلمة وخير دانا خير بكتنا وصوم كبيرية لكن الصوم كما تقول هي الصوم في انه الصوماليه ان بدر كبير اي صومان ويركن اليه ان شاء الله وتجامد دون الدماء كثيرا من الدوران. فرق الى الله وحكمنا وسبب من اسباب التقوى وفي اله مكفر تبارك وتعالى واله مكعب صوم وهي راه بصوره وحكمنا نفطه بيني صوم كامل اله تبارك وتعالى وحوين يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لك الهي النبي القبيل الهي تبارك وتعالى ومن واجبيه بشر رمضان صوم كيده سنه واجبيه كوين كوردين حكمه هي فائده كنت تطمحيتها فرق صومك لعلكم تتقون وسال الله ربنا تبارك وتعالى. فوائد اوليه هي فضائل اوليه هي صومك وحكمها وحاوية وقاشان ما قبل يسكنكم نبي عليه الصلاة والسلام يقول الصيام جنة يستجر به العبد وهو لي وأنا أجزي به صوم وقاشان هي أصل ما قبل يسكنكم وأدرك ومقع سحوية وقاشان مني ومقع سحوية يسكنكم يا النار سيادرت المقع صوم كأنك إسكنك أنا كأبا المرء إلى عين تبارك وتعالى كذلك الصوم هو النفيس أدك ومقع سبحانه يا ناقة ليس كنده وحنبي إلى كسر عليه الصلاة والسلام إليه الصيام جنة وحسن حسين من النار صوم هو القاشان هي النفيس أدك هي مقع تل أدك هي قدال أدك والله ليس كنده إلى النار كبرية ورسوله عليه الصلاة والسلام الصيام جنة كدلة قتال أحدكم الرسول عليه الصلاة والسلام صوم وقاشان ويا الصيام جنة وقاشان ويا سنة متكيل دقاق وقاشان وحس كقبله سنة صوك وروحي النار كان يسكن بديه وحنار تفرق على روح قومي إلى قرب الباليو وغمران تغير صوم وكمديه وحمهين مكة الصوم كلا الصوم ويا ونغسل صوم صحتا أولا وإلى الصومان إنها أوحنا على كل شيء لقاها وإلى الصومان أوحد كلا وحنا على كل الإنسان وإلى قعمها والصومان أوحنا على أخوة مالي وإلى لغها والصومان أوحنا على أصحى وإلى مسكحنا على قلب يا أبا الصومان أوحنا على كل هذا ملعب حفتنا على كل يا ليلي وإلى أديك وإنها وإلى الصومين وعاوة إنت أدخل كفرته نارقا قاوعا ومن أداوته صوم كاروا فقد صوم وقت وافر واحد كتير الملك وحدا فرقا سبحانه يا بنت الله صوم من أهل ما أنت تلال هذا الموز يضيء كمن هي آلة له هي هيسر تعدارتا لها الكشرته يلا لو حملنا للصوم سيدة تقتل بأن النبي عليه الصلاة والسلام الحويري بلنا من الصوم أو صوم كيسان كدفين قاتي أورويا ديك الحاكم وحبانا يسوع صالح وحكى النبي أن كسر عليه الصلاة والسلام المين من لم يدع قول الزور والفحش والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وفي أن كتب من هذا الكحول هي مقع جهلية هي حمانة هي وحائر الصلاة وفي أن كتب إلهي تبارك وتعالى طاعة
cuntadiisa iyo cabitaankiisa inuu ka tago. ilaahay ma wuxuu ka leeyahay inaad xubnahaada ay soomaan sida afkaadu u sooman yahay, oo waktigaaba dhan aad geliso cibaadada inaad labanlaabto? sidaa darteed baa waxaa muhiim ah inaad ku tala gasho bisha ramadaan. dadku waa labal, in ilaahay naafta ku fogeeyo iyo in ilaahay naafta ka fogeeyo waxaway ka burkiyo. labadaa qofkee baa tahay marka baladadiis weydii. labadani waxaa markaas waxaa weeya nebigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam, minbarka nebigu saddex darajo iyo saddex daraanjaro u lahaa. saddexdaa markaa daraanjaro ama salaanay lagu fuulayo, tii koowaad markuu cagta sidaa u dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam aamiin buu yidhi. tii labaad markuu sidaa u dhigayna aamiin buu yidhi. tii saddexaad markuu sidaa u dhigayna aamiin buu yidhi. saxaabadu waxay dhaheen rasuulka ilaah aamiinta u badaysaay wax ducaynayana maana arkayni say waxu digaan. wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, jibriil baa ila hadlayo markii hore aamiin yidhi, wuxuu yidhi qofka labadiisii waalid intay ku soo gaadhaan weyne ama midkood anu baadaynima samayn oo sababtooda lagu dambi dhaafin naafta allah ku fogeeyo. aamiin baa mari buu yidhi. markii labaadna wuxuu yidhi qofka agtiisa lagu soo hadal qaado ee kugu saliin naafta allah ku fogeeyo. aamiin baa mari buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. markii saddexaadna wuxuu yidhi qofka bisha ramadaan ay soo haleesho ee bisha ramadaan ay soo gaadho ee sababteeda aanu ku dambi dhaafin qofka, oo iyadoo isagoo loo dambi dhaafin bishii ramadaan ay baxdo isagana naafta allah ku fogeeyo. aamiin baa mari buu. qofka halaagtamaya waa malakul jibriil weeye, ka aamiinana waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. arrintaas sida ay u duceeyeen bay u dhacday. sidaa darteed adigu makiin naarta lagu fogeynaya baa tahay mise kiin laga fogeynayay? inaad xisaabtanto isweydiisa loo baahan yahay. haddaad cibaadada iyo camalka saalixa labanlaabto, masaajidka aad fadhido, qur-aanka aad akhrido, adkaarta aad badiso, saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam aad badiso, aad noqoto qof ilaahay mar walba xasuusan, waktigaaboo dhan habeen iyo maalinba aad kaga faa'iidaysato ilaahay xuskiisa iyo cibaadada aad kaga faa'iidaysato, ka naarta laga fogeeyey ee laga xoreeyey baad noqonin. laakiin haddii aad bishaa ramadaan nicmadeedaba aad fahmi weydo, ilaahay aad ku shukrin weydo, camal saalix iyo cibaado aad ku dadaali weydo, masaajidda lagaa waayo, jamaca lagaa waayo, xuska allaban kugu badnayn, waxaad noqon kaas jibriil uu yidhi naarta allah ku fogeeyo, nebi maxamedna uu yidhi aamiin calayhi salaatu wasalaam. waxa la xisaabtamaa loo baahan yahay. soomka fadaa'ilkiisa waxaa ka mid a, wuxuu nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofka markaa sooma hal maalin jidka ilaahay, bimacnaa ilaahay dartiisa. sidaa imaam alqurtubi iyo culimo fara badan ay tilmaameen, culimada qaarkood waxay dhahaan fii sabiili illahi jihaadka laga wadaa, laakiin culimada qaybaiga waxay dhahaan sida alqurtubi iyo dad lamid ah waxaa laga wadaa ay fii daacati illaah, qofka ilaahay dartii u sooma hal maalin ilaahay wuxuu ka fogeynayaa wejigiisa naarta toddobaatan sano. toddobaatan sano in leeg baa lagaa sii fogey. in toddobaatan sano loo socdo oo loo lugeeyo baa wejigaaga ilaahay naarta uu ka burkay tabaaraka watacaala. xadiidkaas saxiixa buxaari iyo mirkali soo saareen. waxaa fadaa'ilka soomka ka mid a, nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka hal maalin ilaahay dartii u sooma, bimacnaa fii daacati illaah, fii sabiili illaah, qofka u sooma hal maalin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ka fogeynayaa naarta, wuxuu dhexaysiinayaa god weyn. god baa isaga iyo naarta loo dhexaysiiyey. waxay isku dirsanayaan samada iyo dhulku intay isku diraan in leh bay isku dirsanayaan. markaa idan soomku sidaas u fadli badan yahay, nicmada intaa leeg buu leeyahay. fadaa'ilka soomka waxaa ka mid u nabigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam, waa gaashaan xumaanta oo dhan layskaga dhigo. baru fiirsada bisha ramadaan. bisha ramadaan xataa dadka xumaanta sabay jira waxay dhahayaan waa ramadaan inaga daayay. waa haddaad doonayso xumaan inaad iska ilaaliso waa la soomaa. soom baa markaas waxa layskaga dhigaa. sidaa darteed baa nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, xadiidkii markaa cabdillaahi bin mas'uud ee guurka uu kaga hadlayay
أخو النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رسول عليه الصلاة والسلام يقول قال يا ربي يقول في كوك مكهولا قفك ويقول إنها ولايتان بني وإنها يعلاني وحمانت إيا قبلها كل إيا يميسي فمن كتبك أول على البدية على الدرانك إيا شهوات حمانت كل إيا يميسي قفك الأول كرمياء وميش يقول عن أهدي حصوا صوم كاسع حمانت شهواتي يدرك كف ضيقنا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو فاهم وياه سيدنا قلت الحمامه شنو سيد على يا قف قف وقف يتسبع ودهيا والحمامه ودهيا هذا واحد لا يابا الحمامه ما خينا جري وحو القوم اسك صبي هذا واحد لا يابا مساك من ايمان جري رمضان تبو ايمان ان الجمع صلاه كنت كنت بالريا ووتك سيدنا قلت الحمامه نفط تربيه يا حمامه تنبا ولا يسكن دغا حتى مرك بشار رمضان نفط على جالس ما روح يسطع وارلك بس يجلس على عبادة وارلك كتر بين يسعى كيف مرك يبحضه أظل لك بصدع عبادة بين مرك عبنيه كالكوس وقال يا أساس أقوى ليس عمقا وعجيب وهي بشار رمضان فضائل كيدا وحكمدا نبي قال عليه الصلاة والسلام يقول للذنوب تقبع المنافع وكفارة للذنوب نبي قال عليه الصلاة والسلام حديث البخاري غير خيس وصالين فتنة الرجل في أهله وماله تكفلها الصلاة والصوم قفك ليه كيسة إيه كيسة أمور كيسة يقول لسا في تبع كسر قاليسة لبع كسر قالية وحلقية وحقوق يقول مقا سحوية أي كل هاي ممكن ضيعي إنو لبع أحمد يبع لغيابا لبع كاسر وحلق قافة يا الصلاة يا صوم الرسول عليه الصلاة والسلام وربش وربش رمضان وهو مش الحلحلة هي شياطين توقع شيطان ومن بعض الحلحلة حدين من خاطفك بشهر رمضان اي شياطين تيما يكحل ايهين قفك نفتي سكنوا ايا قول اي شياطين تيما قفك ايا نمكر من مليسا رغم ما انت اي جانس اي ستاة كفا يليسو فضارك بشهر الحكمين لن يقول عليه الصلاة والسلام بشهر رمضان مخ اعتماده فتح الابواب الجنة الباب الجنة من بعض الفضاء وغلقت ابواب النيران البابان النار تنبع لحنان وسفيدة الشياطين وفي رواية وصلصة الشياطين شياطين تنبع لحنان شيطان تنبع لحنان البابان يتنبع أفكك لهاية أوفران أويا قليا إلا ليه أويا قليا يتنبع إلا ليه البابان النار تنبع لحنان النار تحيد لما قلس عندي فرطي المرياني عندي تفرح رسول رضعنا فرعه إبنية على النار المرياني عندك لما قلسوا البابان تنبع عندنا لبابان اللي يهي ويكاد عدوى ليوه يبرقيه هيمة البابان أبرق من خياري نجحري انت علي نجحري أولا قلو انت عمرك سحاوي يا لحري أولا قلو عمرك سحاوي يا الله رقيب هو الحري أي عمرك سحاوي يا أولا قلو سأعلم الديوانك عليين خائر عبد القلو حركة إلهي من المقرى إن الأبرار رفي عليين حركة إلهي من المقرى تبارك وتعالى ومجوه كل أرامي إنه الديوان يتغل كبرى ديوان يتغل كبرى رواك فضالك يضو حكيمين وعطردالك كريم ليم حوى عطردال عليه الصلاة والسلام ليم حوى عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا مثل له وفي رواية فإنه لا عدل له والغبرات اللازم أو كنك أو بشر رمضان مقع الصوم أو صوم الكدلال حتى الصوم نسوم إياشا سير اللي حدى شوية روكالي سير السنين تيجي خميس روكالي ستنبيل ما مقبلك سير صدح ما مقصر توكالي وحقنك ما مبدل الرسول عليه الصلاة والسلام وحقنك ما طلب من الثمارة فضالك بشر رمضان كبير وحوية جمعوا البابين لا سيدين سيدين لك الباب الباب واحد للإله باب القيام وباب القناشة إياد رجع يا كنك الباركة دبك الصومة كريم نبي نحول عليه الصلاة والسلام جمعه وحبسه بابا يقال له الأيام الباب إلى بابك تلك إيا عكراشة لا يدخله إلا الصائمون دبك الصومة مريانة عدك لك مقاليان الباب كان مركة أرو كفرية منك الصائم كان قبل الصائم مضى دبك الصومة كدلالة هو الباب كان كفرية الله يبقى يرضوه كالكرام قولك مركة سبحانه يا الله يتم هذا المهيم كأبو حوالي فضائل كالصوم كان كمدة قفك الصوامة وحولي يحيي الله فرحة نبي محمد عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان
وقف صلى الله عليه وسلم حضر بلية فرحة عند فطره مطلوب الفرحة يا مرضى أفضل ما أنتم المرضى صلى الله عليه وسلم أرزاقي لهم وأرزاقي إيا أفضلكي باقو فرحة إسان وفرحة عند اللقاء ربه إيا فرحة مطلوب ربه لكم تبارك وتعالى ومرضى سبحانه وإيان اللهم استعان الله سبحانه وفرحه صوم في سوق فرحية مطلوب ربه لكم من أبو حول عليه الصلاة والسلام فرحة بصوم صوم بأن لدوك دي لبوتي كويا لكن انت تقول لنا ما هينا لقوم مرناوي طوان جير تضرب ضرج عدد الله المؤمنون يتبارك وتعالى لقوم مرناوي بأن الله سبحانه وإيا لكم ميسا مقاس الله حيسا ما لك أبو باهي مرن تهيبوية ما لك أسا صوم كاري الله ومسلقه يا تبارك وتعالى واسعدك فايدي ستوية وحفظه بصوم كبير النبي عليه الصلاة والسلام لخروف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسلم قفك الصوم بخورك يا أمي عروش يسكسو بحية العروش مخي كادوتو أمي أكسو بحية أمي أساكه قول إلهي أكي ستبارك وتعالى عدل كمسك لي عدل كمسك هو عدل غدا أقول قومي لما بني ويلي عدل كدبي ما هو أكيو كنت قوار مارسيا ما هو عدل مكا سبحانه آني آني أقول عدل كاسمك هو حكه قول أمي قفل عروش يسكسو بحية وأنا عجيب ويا مرقى وقلب مهيب وقلب إلى فانتا يعني قفك صومي حوقا جوضي إلهي دفتي تبارك وتعالى حوق أومي إلهي دفتي تبارك وتعالى حوق دليكي سيدة شهواني سيدة الدهي إلهي دفتي تبارك وتعالى سيدة دفتي إبا إلهي تبارك وتعالى وحكا ليس كدهي أوميك عروش يسي أفكي سيدة صبحي يا وحالي على الخامسية وكبقولية فضائرك صومك وحكمينة مالك القيامة إرقى أباهنته إلهي وحكا إرقى أباهنته إلهي وحيدا الباب الجنة أفر أطاقم أباهنته لكن صوت من قدرنا نبي قيد وحيد عليه الصلاة والسلام القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما صومك هي القرآن مالك القيامة وحلو إرقين أيام قفك مكة سبحانه يا الله مستعان صومنا قرآن من قوله مكة فقال يا القرآن إلهي هلاكينا وقدري ودي أنا بقول يا خلي فشفعني فيه إلهي بقدر يا رب جمع إله وقل صرف الغرب يا ربي منعته الشراب والطعام بالنهار إله مالك ما مدير عمتلي يا عبتانك يا شهوتي يا دلين كيسي يا ولي سيما ما مديني ومال الغرب يا فحناي إلهي بقدر يا رب الباب كتنا أوفر قفنا الله بني بس مدرسة كورف بيا الله بني بس مدرسة قال إذا صرفنا بسالك اعتباره القرآن قمت الله كان بلا أخي شط ما إلا الله تقنى حتى حتى فاتحة تقنى فاتحة ربك والعلم فاتحة وتقنى فاتحة لهم والعلم حتى المكة سبحانه وليه قل والله إيا الله رب العليا تقنى كل العلم حتى لها المستقنى كل العلم حتى لها المستقنى حتى شد مستقنى حتى تقنى حتى شفية تقنى حتى صوت كيما تقنى انت الهي كابر تبارك وتعالى انت اقوى العلم سمالك قيامة ارقلا اروها شو وطفل ارقاء اواسك انا مسيسا واسكفا قلاء قرآن كي وحرق الهي باقول مقا ارقاليا وقلو دوليا وحمقا سبحانه يا الله مستعان كذلك مقا سبحانه يا قلو دوليا صوم كي الصومري ومقا قلو دوليا وإلهي تبارك وتعالى قلو بليا ومقا باب كي دنرا مقا قوة بليا ويفتيح قلو بليا حلقة مكة إلى كفة إليستهم بشهر رمضان صنقوا فضائل كيسة وحكمية عجيبة أهم إنه مبضل بصنقوا أحكي قطع والله أنا الصوماليها لأجي بوحكي قطع أنت سبحانه وحل إلى مقددة صوماليها مقدد بي إسكولي قبيالب بي إسكولي قبلايب بي إسكولي وحكرايب مشغولي مقددة واحد دوي يرسوه وكنت المام عليه الصلاة والسلام وحنبي عليه الصلاة والسلام صوم السهر الصبر صوم شهر الصبر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بشهر رمضان بيقول الله صوم شهر الصبر ونبي محمد عليه الصلاة والسلام شهر الصبر ومش صبر صبر على إلهه وصدح قيمه صبر على طاعة الله تبارك وتعالى إلهي طاعة سيد الصبر طاعة عبادة إلى الصبر
صبرك عن معصية الله وحيالها إله وكاحة من إنا كاكي صدر صبر على الأقدار والمصيبة مصيبوينك يبعترك قد أعلى يوحي على كل قدرين قصرك هذا هو الحق التام هذا الحق صدر هذا فرق قد أعلى هذا يبعترك لك قد أعلى إلى تصبرته صدح صلاة إليا وحليل صدح لي من بشر رضام يسوي ما دي صدر سيسوي ما دي وحسوي ما دي أولا صبر على طاعتنا صبر هو طاعة إلهي أقوى طيعي صبر عبريس وهذه القوة في سنية اللي يقفوا في سنة صبري تنسك أفضل وفاضلين أسجل سابق اليوم شهر رياضة مدر وحوية صبر على طاعة الله طاعة وحيكون مقا كتبي وهذه الصبر في الصبرية قيبت لبعض الصبر عن معصية الله حرامت معصية ذبية يبقى جوي كورن وهذه الكأة في سنة يسجل على الليالي والصوم النجدية صبر على طاعة الله وهي وحركته هي بنتها هي حنتها هي سدرتها هي حسنتها هي حقدها هي بلايلها وحاصل من هذا سعيد على سوء ده صبر عن معصية الله هو صمي سيره إذا نواكب دكتورة تبقى قيتها صبر على الدار والمسلمة مسلمة هي نواكب سبتها مسلمة دواتي قادر هي أون كنك وهي اللفتة على المسلمات هي من نواكب سبتها وتؤدي سبتها انت من رمضان بيسوتك بشاس شهر الصبر اللي إله الله صلى وحمد الله سبحانه وتعالى الله صلى يبرك يصدح ما مضى صلى صدح ما مضى بالله بلغ صلى وصدح أيام البيت تروي لنا بش الصدح هي تركيا أفر هي تركيا شكل تركيا وصدح أيامين عطاهم نبيس إن صدح الله صلى هي بش رمضان الله صلى وحي تكسية ويماشى كسر رام وصول إلى عليه الصلاة والسلام حسد هي عبدت على شمتك عبدت على شمتك وحبابين يا صلى متى كانوا في رسول إلهي إنك عافية فأنت وحيانا أقول ما هني منك وحوية أقول من أسك عافية ذكر إلهي كنت مثال إلهي كنت أطلق وتعالى عند أبوها يسك عافية عند أبوها وحبوها يسان يسك عافية عند عراش وحبو القمر قديك الله أتصرق لكم إلهي عند بالله ودي من أفات الله وتعالى إلا ربما فالعداوة كنت حيث تحت المويان ربما إلهي وحرانيا أنظروا هذين حتى يصطلحا لابد داية يدا إلهي هشين إياس إلهي كي هشين إياس أبو من خطأ تقدي سيصر إلهي قلت إن مفيا كعفين لكن يسموا كعفين وهي واحد دم يملي أنا يوحى الله يكد يفل بها كسر إلهي أنا قلت أبو عفين بس يا العفو سوى هشو جنونا وحاول لا تأكد الودي اللي جنة مشر ما ضمنا دوري ناية جنة قد الودي اللي وحوية ودخل حافية إلهي يقول وصالح إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله تبارك وتعالى يريد الدعاء وأقرة وأرضى دمنا في أي حق سكاها دمنا في أي وأرضى حق سكاها هي الجنة بدل كيد الصلاة يقوم قلبي هي حق كيد وأرضى أولادي هي بدل كيد أكبر قبلي وأي بدل كيد أكبر تبارك وتعالى وأدرك واحد بحياة مركي لبعض أيها يسطو هي مركي وحوى يا فرحان المسلمين به هذو في الصلاة وحب حنت وحكم إذا أروح دم حكوا في الطاعة يسطو دنا ما يسب أجرا دنا ما يسب أجرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قف كأفر يا قف صوما قف كأفر يا قف صوما وحيلنا يا قف كأجل يسيوك عليه أجل وانا من لم تفكر كمان مصامني كان أجل يسوع هذا كمان مصامن أنا أروح هذا كمان مصامن لكن أدري اللي سوى كل ذلك سنة يا رب تعالى وحكرا من غاسو حبيل يبطي على ولا قصة بطي على رمضان على يكون تمام بطي اللي على ولا هي بطي عافية أيس عافية وأمهي بوية صوم الفضائل كيسا وحكمينا وبرضنا مسوكم إلى كمينا محمد بن عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات لا تهد صدح بني إله النعل يا رب تعالى دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على والده صدح بالإله من اليوم أولا قفل منك سبحانه صوما إله من يدي سبع اليوم وحبا أنت إله ويدس أولاد أطبا أنت إله ويدس حتى الحرائي ينفق لها كعب سبسو حربا أنت إله ويدس حتى الأمن يبا أنت إله ويدس وحبا أنت إله ويدس تبارك وتعالى حتى السلسة على حبا أنت الله يقل إله ويدس وعما تروح إلى إله ويدسو بشر الله جمال إله ويدسو دمنا في إله ويدسو بشر الله
القرآن إلهي وإله معي وفق الصومان ولبات الحين يوم صيفة لبنانة وحوائيات إلى مركة بعيسته هذيك مركة صفورة كذب إيه مقصر كاذي حلطه إلى مركة سبحانه وإلهي بلين مركة الأفين الدورتين أفضل وقرب يا الإنتر ولي أفضلنا إلهي بلين تبارك وتعالى ونبي محمد عليه الصلاة والسلام إن للصائم وفق الصوم وحوص مالي للدعوة لا ترد بل يوم المركة سبحانه اللي عند فقه المركة أفضل وفق الصوم مركة بليدي سلاحي مبليو قفل المسافر إلى صفر قلت له إلهي بليني سمع عليهم وارد من عبو إلمي سحوارا إلهي بليني سمع عليهم يقول وانا عابو فرغتك سنة ملك الدعوة بل يبو وعبادنا اللفت يدوية إلهي محمد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربي وحوني لإبليا أنا مقا سبحانه مجيبي ولبات المحاولة بكري إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين كوى عبادة عليها سكب ليا جهنم يقلي دوران إيبا ودو ليسا بيمكا سبحانه جهنم يقلي دوران إيه حقا الآيات بلية لو شيء حقا بلية عبادة لو شيء وحيكد أنت هاي بلية لفت إلى عبادة إلى هنا بلية لفت إلى عبادة بعد من يهود النبي قد عليه الصلاة والسلام وحكولي إلهي وروح المغرام مكا قواه مسعدان هو صحب إيهدان قواه إله واسكم إلهي وصد دي آيات القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون مكي أضمري إيكا ويدين يمني محمد عليه الصلاة والسلام وقد وهي كيبل يرب اليد سواء نجيب يا ابو الله تبارك وتعالى نبو حكم الى الدعاء والعباده بل يرب يرب العباده وخبر يرب هذا المدلع وبشر وطنها من غير فايديس واطعمها في الغلاطة ومرها المدلع رب اليد ابي مرها سبحانه يا ابو الله تعالى وقد بشر بلا فضائل كيف صوت ربك الطماع بلا فضائل كيف صوت ربك الطماع هاي اي مرها سبحانه يا بسوط بينه عبادنا رب العالمين وأنت لأنه محمد الله سبحانه يا نبو عليه الصلاة والسلام عائشة وحكوة رسل كان يستهد في رمضان ما لا يستهد في غيره رسوله عليه الصلاة والسلام بشر رمضان ودلالت لي سبوا ربناك ودلالت وأنني محمد وأفضل خلق الله هي وأنني محمد عليه الصلاة والسلام وحده يا رحمة وأنني محمد عليه الصلاة والسلام ومعصومة حضر السيبة بشيء رمضان سيبة إله كرد ذلك ومن قبض ذلك يبقى إذا مش رمضان فضائل كيف هو حال في رمضان حيرا الله بهجة وحكم إذا وآك هذا يرد ذلك أخير تيسا رد ذلك نبي عليه الصلاة والسلام بلو القرآن كنا ميت بلو القرآن كنا ميت لنبي عليه الصلاة والسلام وحد على مركة سبحانه وهي بشر رمضان لكن رمضان جاءت جبريل بان الله سبحانه للنبي عليه الصلاة والسلام جبريل بان نبي الله سبحانه رمضان جاءت بشر رمضان لم يجري وفي الصلاة سنة دلتين بان بشر شهر القرآن بلينا فضائل كيدا وحكمينا وابشر القرآن من صدري وابشر القرآن من صدري إلهي وحكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلهي تبارك وتعالى ونور بشر رمضان وبش الله القرآن السود الجديد القرآن كان بحق السنن هنوم يا آيات العدد يا ملكا سبحانه يا فرقان حق يفادلك إن ملكا لك التمركع وفي بشر الله سوى كارسية جوجل علي أي سوى كارسية أي حاضرة إن بربا بلانا يسا بشر رمضان مرتين مركز حوية قفي مركز حوية بشر رمضان حاضرة إلهي وسوق جارسيو حصوا الله إلهي تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إلهي وحوية مركز بشر رمضان أنا يا قرآنك السويد حبيب وحي السويد جنة قرآنك للبركية وليلة البركية قلبك أطلباتنا بشر رمضان فضائل كيما كميلة وحوية بشر رمضان ليلة القدر هي ليلة القدر وهذا عجيب وهذا الآن ليلة القدر وقت الماضي خير من ألف شهر كن بلغة وكخير بلية كن بلغة تيتام جريسة وصدح يا سيدات مصرية أفر بلغة بلية
waa cimriga waxaa laga yaabaa cimrigaa u magaalida ummada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cimrigaa intuu badaya mataqaanaa waa 7 iyo 6 inta udhaxaysa weeyaan saa darteed ba nabigeenu wuxuu uhi xadiidkiisa saxiix bukhaariga calayhi salaatu wasalaam acdal allahu ilaa mri'in akhara ajalahu xataa ballaqahu 60 sana ilaahay qof wuu cudurdaaday oo wax cudurdaar uma helin cimrigiisa uu gaarsiiyey 60 sano yani 60 sanadaad gaada cimri kuma haddii ugu weeyaan wixii dhaaftaa waa isla markaas waxaa weeyayo macnaha ziyaadi buuri cimrigii weynigiisa uu ku dhammaaday sidaa darteed baa nabigeenu wuxuu yidhi acmaal ummati ma bayna 60 wa 70 ummadayda cimrigeeda 76 inta udhaxaysa weya qiyan mooyaan wax yar waa dhaafa balu fiirsayni waa naadir waxa dhaafa saxaabi waliidina markaas waxay mucaawiya radia allahu canhu wardaahu radia allahu canhu wardaaha maalin khudbadeeyey khudbad bu akhriyay wuxuu yidhi wakayrisa wanabi maxamed wuxuu ku dhintay calayhi salaatu wasalaam lixdan saddex iyo lixdan abubakarna sidaasoo kale cumarna sidaasoo kale yaa aniguna maanta saddex iyo lixdan baan ahay mooyi markaas waxaa weeyaan inaan markaas waxaa weeyaan noolaan ee ha la ogaado maxaa saddex iyo lixdan mar haddaad gaada ama lixdan cumri uu ku dhammaaday haddaba lixdan wayba dhaafsanta waa 83 sano iyo 4 welibaatana intaa keliya khayrkeedu habeenkaa kuma koro ee intaana way ka sii khayr baran tahay male habeenkaa marka ayaa ka faa'idaysa waa cidda daa'imta cibaadada iyo salaatuleedka daa'imta dhibka dileenaha wuxuu yahay habeenada ugu horeysa masaajidka wuxuu ala soo ilcamin walla habeenka markaa dhal habeenka la gaaraa ama 7 ama 10 habeen kabaha la qaadana markaas cashaa ku kala tukan laba tukan maayo waa dhibin tadale waa ama markaas waxaa weeyaan waxaa la sameyn qofku marku waxaa weeyaan dhowrka caalamaan kala tukan uu iska tegay sax maaha nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka imaamka intuu la xidha la dhamaysa salaadda habeenkaasoo dhan qof salaatuleel tagnaa bil ajliyo waxa ku timid lahu qiyaamu leyl habeenna salaatuleelkeedna loo qulayaa 12 nimu nin taagan bil ajliya idan aynu ka faa'idaysanno masuudayna habeenkaa laytu qadriga inaynu markaas waxaa weeya ka faa'idaysano waa habeen bisha ramadaan ku jira gaar ahaan 10 dambe gaar ahaan 10 isbeer 21 23 25 27 iyo 29 tirada isbeer laakiin waxaa laga yaabaa sanadkii horaad ee 21 habeen buu ahaa in sanadkii musan oo 23 sanadkii horaad oo 23 aan 23 musan oo way guurtaa sidaa darteed waxaa muhiim ah inaad cibaadada adigu la walaabto in laynaga taliyo habeenkaana oo habeenkay tahay noo sheegi waayna khayr baynu ku jira sabab haddii la dhihi laha waa habeenka cid waliba habeenka qabayso waxay xeeli lahayd masaalada soo bixin lahaa laakiin eega maadaama habeenkii uu ahaaba aan laynoo sheegin dee in la dadaalo bay noqono bisha ramadaan oo dhanba la dadaalaba waa sidaa loo dadaalay insha allahu tacaala qodobada aan kusoo koobaya waxaa ka mid ah bisha ramadaan waxyaalaha muhiimka ee in lagaga faa'idaysta ay muhiimka tahay waxa weeye sadaqada ha lagu dadaalo waxbixinta ha lagu dadaalo waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maxaa la weydiiyey ayu islaam khayr islaam maxaa u khayr wuxuu yidhi icaamu dacaan raashin la bixiyo wax la sarabayso afur la sameeyo dadka la afuriyo qof miskiinaa soo kaxayso waa muhiim weeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu cabaas fi saxiix bukhaari waxaa ku soo roortay bisha ramadaan marka la joogo sadaqada nabigu uga degdeg badnaa calayhi salaatu wasalaam min adiix almursala dabaylla soo dhigay oo ordaysa oo ilaahay wuxuu dabaysha ordaysa nabigaa uga degdeg badnaa sadaqada calayhi salaatu wasalaam waa cajiib waxaa markaas maxaa weeyaan muhiim ah markaa in wax lala baxo lagu bidaa ta kale salaatuleelkaa lagu dadaalo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban wafira lahu maa taqaddama min dambi xadiidka yowma ilaa masaaxi bukhaari qofka bisha ramadaan istaaga salaatuleelka una istaaga ilaahay dartii alimaam ibnu xibaan xadiidka marku masilaya wuxuu yidhi iimaanan ay tasdiiqan biwacdi illah ilaahay balanqaadkiisa badan ba tacaala rumaysan yahay waxtisaaban ilaahay dartiina ay ka tahay wafira lahu maa taqaddama min dambihi dambigiisii horo dhan ba ilaahay u dhaafaya tabaaraka watacaala dambigiisii horo dhan ba loo dhaafaya habeenka laylatu qadr ee nabigu wuxuu yihi calayhi salaam man qaama laylat alqadr iimaanan waxtisaaban wafira lahu maa taqaddama min dambihi
قفك استاجها من كلمة القدر يا إلهي تكتب صدقتها إلهي يبويس إبراقات في سنة وميسا يا إلهي تبارك وتعالى تبني صورة مضافية حديث عبد الله بن سلام وحن صورة سيح البخاري يا أيها الناس أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تكون تمة بسلام ذكي أو صلاة خافية السلام عليكم تقليل عدة تجلس عدة تجلس بالسلام لا شك أن بحية وحربها حبيبك إن تكلم تدخل بالدا جنة إلى وحبك ليس من الدنيا ودخولها بالسلام كم إلى هني وتفتح بالسلام قال جنة كم إلى يوم ربنا تبارك وتعالى مخبش الله وبالآل فضل وبالآل بركة إسم وبالآل خير بركة وبالآل آل بركة سبحانه يا خيرات العلم بذيه أبواب خير في كمتعي حديث معاذ بن جبل وحق صارته النبي عليه الصلاة والسلام وصحابه يا معاذ بن جبل وكيلي رسولك لا وحالي قبر ترى عمل جمال يقلي الناقة اللي يفضيه رسولك يقول عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عليم وإنه لا يسير على من يسره الله شيئا من ماذا يديسه لكن قف إله أفضى اليوم أفضى اليوم عمل كنار قف وين يا جمال قل لي وعمل وين لكن قف إله أفضى اليوم أفضى إله أفضى مكة وحيري إله كلي عابدكم صلاة وحنا الأولاد صلاة الأول زكاة ربيعي مكة وحوليا جمال إله تبارك وتعالى ربي وحقول المكة أبوات الخير فضمك على وقع رسولك صلى الله عليه وسلم وقاس رسول الله لبعادها فرسولك إلى الصيام الجنة صرق وقاشا والسرقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار سرقنا وحي بختي سرقها تنبيا سنة أي مرقى سبحانه يبيه طب بختي صرق وقاشا سرقت الباب الخير فوحكم له مرقى سبحانه يا الله مستعان صرقها قالوا كم قال سبحانه يا مطبيه يا سكرات هذا حوي ابنك سوى الودوين كتنا الله هي الباب الجمال هي صلاه الجمال وقال الله كملها ما وصل نبي عليه الصلاة والسلام في كسر البخاري ما لك أصحاب الله استوى قبلي وما أنت من كملي يا قف الصومالي أو بحر ما عنت أو علي الصومالي هذا لو قلنا بين كمل يا قف بنت جنازة دي سيد الصلاة دي سبقة دي بطل قاعد أنا يقول يا الله عند الله هذا لو قلنا رسولك إلى قف حن صلى يميل قف حن صلى قف بوغي بين كمل بعض رسولك عليه الصلاة والسلام مسلا يا الله ما ترى عند الله هاي هذا رسولك يقول عليه الصلاة والسلام قف بين كمل ذا مرقى سبحانه يا كم يبقى الله مستعان ما تروح صدق يسوع مسكين قولي قف ما أنت مسكين قولي ملك من بعض أو بكر ما تبقى عنده بابا فيرس كل وحيات أبا بكر عنده جميع سمال أو بكر السدين قيام قول من البيت ومدى من محمد الله عبد الله سبحانه أو ليلة جوتوب عبد الله سبحانه كيف أو بكر بكر اسمه قول هذا ما قال لي كنا سدين ده الباب تمام قبل الله فضل كلمة إذا مو هو قال لي ما خاص حوي يا عمل يا غالي ما خاص حوي يا خير وشر السنين سيدا تكتب بوحق مرخى النبي يقول عليه الصلاة والسلام الإماعة كسر الشركي وأجمل وإن قف قف عن صليا بوته إلى مرخى قف انت الجلسة دي سكت بارته إلى مرخى سبحانه يا الله قف مسكين بوليسه إلى صانته الإماعة سكوا كل ما قف إلا هديك القف على سيدنا الله سيدا تكتب وإن قف إلى يوم وإليا بين كفى إلى السماء والوضي مرخى سبحانه يا ابن صليا والقام إن شاء الله أغلب ذلك إن شاء الله تعالى يرحمك أن يكفى إلي سنة آلي آد أبنى سنتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم.